طيب احنا شنو نبدا فيه؟ اغلق عشان ابين. خلنا نبدا كبدايه. انت شوف شو اللي بسوي وانا ادخل وياك. لا قل لي لا ما بكذا كذا نشوف مثلا كبدايه. دي اكبر لازم بتكون عندك يوم انت في السعوديه، هنا راح يكون مثلا في الطريق، هنا امريكا، حلو. في مواضيع راح تكون هنا في الدائره اللي هي قبل ما تجي امريكا. فكرت في امريكا، فكرت في الاشياء، بتكون هنا مواضيع هنا لازم نبدا فيها. ما نقدر نسوي موضوع البدايه هو الدردشه رقم واحد تكون هنا عن اشياء صادفتنا في امريكا. لازم نقول الاشياء اللي كنا نفكر فيها قبل ما نجي امريكا. انت بتكون عندك افكار اكثر مني. نفس الشيء يعني ما بعيد. لا بس انت في الكويت عندك ناس تعرفهم جيد، تعرف ايش انا كل اللي اعرفه صار من بريطانيا بس برا يعني خلاص ستدي ابرود يعني. طيب في اشياء هنا انت جيت مع ابوك لازم صدفتك حتى لو معك، خصوصا يوم جيت في امريكا قبل ما تستقر في مونتانا اللي صدفتك في اريزونا. صدفتني ايه هذا لازم نتكلم عنه بعد. هنا ما ادري متى ينتهي ذا. ذا صعب ينتهي. هذا وايد اشياء لان بتقارن كل شيء مني بمنه. هذه ترى اكبر موضوع بنتكلم عنه يعني هذه الاثنين. لان فيها قصص وفيها اشياء وفيها هذه. هذه المواضيع سجلهم وايد بس القصص صغار. صح. يعني متى حلمت انك تجي؟ متى فكرت انك تجي امريكا؟ شو الدافع اللي خلوك تجي؟ حلو. حلو. لازم ذي الاشياء كلها نكتبهم. زين انت اكتب الاسئله المين ايديز. اوه احنا نبيهم ذي. ايه هذا نكتبهم. ليش نكتبهم؟ احنا نبيهم نكتبهم نحفظهم ذي. هذا اللي ما الحين يمكن نكتبهم واحده واحده وبعدين نتكلم عنهم في فيديو. هذول بروحهم بقسمهم فيديوين مثلا. اوكي. لان هذا قبل لا تطلع. بعدين لما طلعت، بعدين لما وصلت مني، لما طلعت طبعا المطارات طبعا كل شيء. يعني في ناس انا اعرفهم اول مره مسافرين. انا لا انا سافرت قبل ما ادري عنك. انت دول اوروبا؟ لا اي يعني كنت متوقع مطارات في كذي، في اشياء كذي معينه تخلنا الكاستمز وكذي وهالاشياء. اوكي فالحين نبدا هنا. لازم نجيب لنا شيء نتكلم عنه هنا. من متى اخر مره كتبت بالعربي؟ ولا انا لو اتكلم شوي يمكن راح تكون بحدود المنطقه نفسها. يمان مالي ما توقعت انهم فرند لهالدرجه. عبد الله خلينا نكون واقعيين، سافرنا في كل لا دقيقه 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 عبد الله احس ان خبطنا، احس ان دخلنا الشيء هذه بعدين. الدراسه والله خط الدراسه. عبد الله توقعت الدراسه كذا؟ بس ديني احس انه مستحيل انسان قبل ما يجي امريكا يفكر انه يجمع اصدقاء عرب، يفكر في الجو. اللي قبل ما يجي امريكا يفكر. انت عبد الله يمكن فكرت واجد. انا والله ترى ذاك الوقت في شهر واحد قررت وسويت وخلصت وطلعت جواز قبل رمضان وبعد رمضان. بس هذه الاشياء اللي تبيهم قبل لا توصل امريكا. انا واحد ذيك الفتره دقيت مشوار لين المكتب حجز الملابس اللي تحتاجها. ملابس حسب الجو حسب كل شيء كان. كواليس دردشه رقم واحد يكون ده.